برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. أبطالنا من ذوي القدرات الخاصة وبمناسبة اليوم العالمي للإعاقة اللي هو بيكون يوم 3 ديسمبر، يوم بيبقى جميل على ناس ويوم بيبقى حزين على ناس. ناس اللي بتفتكر إن هي عندها أزمة، وناس تانية بيديها داعم ودافع إن هي تكمل وبقوة، خاصة لما هي بتعمل حاجات كويسة مع أولادها وتتعب وتشقى معاهم، سواء أب أو أم أو إخوات، لأن لازم كلنا نتكافل مع بعض علشان نطلع نموذج ناجح، عشان يبقى فعلا اسمهم ذوي القدرات الخاصة، وكمان الأم تبقى اسمها ماما شادو بجد. طبعا نسيت أقول لكم يعني إيه ماما شادو. ماما شادو يعني الأم هي الظل، هي الداعمة، هي الشجرة اللي بتضلل. زي بالظبط كده أنا ماشية في الطريق أو ماشية في لمبة، اللمبة وهي منورة انا ماشيه شايفه ظلي ملازمني طول الوقت، علشان كده لازم التعبير ده يكون يعني يكون هو اللي انا عايزه افهمه لحضراتكم او اوصله لحضراتكم. دي الحاجه اللي انا عايزه اقولها، ان لازم الام تبقى هي ظل زي ظلها بالظبط. الطفل ماشي، هي ماشيه معاه زي ظلها. والنهارده معايا بقى نموذج جميل جدا، بنت اموره قوي. يعني انا مش هقول عندها اي مشكله، لان انا مش معترفه ان هي عندها مشكله اصلا، هي بتمثل علينا تمام، ولكن هي بتغني في الاوبرا، اموره قوي، جميله قوي، رشيقه جدا، بتدرس لا حاجات كتير، فعرفكم عليها وهتحبوها جدا. اهلا بيك يا مدن. الحمد لله. لا انا غلطت باسمك برضه، هو اسمك صعب قوي. مانويلا. يعني ايه مانويلا؟ يعني ظهر اسباني بتطلع في السنه مره. ظهر اسباني؟ لا انا كده غيره بقى. اسمها ورده مانويلا. وردة مانويلا؟ لا لا، ده انت ايه رومانسية دي، ده ماما وبابا رومانسيين جدا. زهرة مانويلا، لا بجد اسم رائع جدا، وانا كده هغير اسمي واسمي نفسي مانويلا. قولي لي يا مانويلا، احكي لي بقى، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة عايزين نفرح كل اصدقائنا وحبايبنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لان انت عارفة البرنامج بتاعنا معمول للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعتبر اول برنامج على مستوى العربي بيخدم الاولاد دول، وبيحاول كمان يعمل لهم حاجة ترويحية. انت النهاردة بقى تقدمي لنا ايه كحاجة ترويحية ليهم؟ لا انا حاضره اغاني كتير بقى. طب قبل ما تقولي لنا على الاغاني، عرفينا بنفسك. انا اسمي مانويلا خالد. انا بحب الغنى جدا جدا. بتدرسي يا مانويلا في الغنى؟ طبعا لا، في الاكاديمي، في المدرسه. بتدرسي ايه؟ انا في اولى اعدادي. في اولى اعدادي. طب انت، انا شايفاكي بتمثلي، انت بتشتكي من ايه؟ لا مش بشتكي من حاجه خالص. يعني مش بتشتكي حاجه؟ طب عندك ايه العطب بتاعتك ايه؟ برضه لا ما اعتقدش في حاجه. ما انا مش شايفه، بس يلا نضحك على الجمهور يا جماعه، هي بتضحك علينا. طب بتضحكي علينا تقولي عندك ايه؟ هم بيضحكوا عليكي ويقول لك عندك ايه؟ قولي لي عشان انا اروح لهم. هقول لحضرتك، انا كنت شويه كده ما كنتش بنجح في الامتحانات. تمام. فماما عملت لي اختبار، عامل لي بقى امتحانات دمج وكده. يعني مثلا نقدر نقول صعوبات تعلم؟ ممكن. تمام. انا شايفاكي بتمثلي. خلاص هي بتمثل معانا يا جماعه، بتمثل علينا يا جماعه. غني لنا بقى يا مانويلا، قول لنا، انا سمعت ان انت في الاوبرا بجد؟ في مركز تنمية المواهب. بتغني ايه في الاوبرا؟ كل حاجة بقى مع الدكتورة ميرنا. طب احنا عايزين بقى نسمع الجمهور، تسمعوا معنا؟ يلا بينا. حضرتك شفت الفيديو اللي انا كنت بغني فيه؟ شفته، جميل جدا. مانويلا بعتت لي فيديو، انا بجد مش مصدقة، صوت يعني ملائكي. عايزة اشوف بقى، ما الجمهور مش مصدقين، بيقولوا لا ده انا بضحك عليهم. يلا نشوف مع بعض. اغني لكم ايه؟ اي حاجة انت حافظاها جميلة عايزين نسمع الجمهور. ممكن مثلا نغني حاجة لأصالة؟ يلا بينا. ماشي. هي الأغنية اسمها بنت أكابر. اتفضل. عمال يعادي ويتكابر، وسقف عنده مش صابر، واني من عيلة وبنت أكابر، وفي وسط ناس يا ناس آية، سبحان ما ذات حسن ورسمه، ده الناس بيتغنوا باسمه، ورد وطرح قبل ما اسمه، من غير لا زرايا ولا سجايا، يا ابويا على جمال ورواية، شربة عنبي ورواية، عطشانة جبني على عمايا، ومشيت وقلبي انا سخالي، مع ان الطوب مش طوبي، طالع في قدري ومكتوبي، وعشان ما سابني ورمى طوبي، بشكي لناس وناس خالي. لا بقى ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه الجمال ده؟ لا انت كده مش عارفه اقول، ده انت كده اصلها تغير مني كده. مين اللي بقى اللي ابتدى معاكي الطريق بقى؟ عايزين نعرف مين بقى اللي طلع البطله دي. ماما. ماما وبابا يعني ولا؟
لا اه بابا شويه بس، لا يعني ماما هي اللي ساعدتني بقى، وهي بتحمسني بقى وبتقول لي ايه، لا انت لازم بقى شوفي ده حلو عليك، الاغنيه دي حلوه عليكي، مش عارفه ايه كده وصلتي ازاي للأوبرا؟ ولا حاجه. عادي انا كنت قلت لها يا ماما انا عايزه صوتي حلو، عايزه اغني وكده. من ف كام سنة يا منولة؟ لا دي بقى لها فتره يعني، مش من كام كام سنة سنه. يعني؟ اديني رينج مثلا. لا انا بغني وانا صغيره بس ما رحتش فرق، بس يعني دخلتي الأوبرا بقالي كام سنة؟ بقالي 3 شهور كده. بتشوفي بقى سليم سحاب بقى والناس التقيلة دي؟ لا من الحقيقه لغايه دلوقتي ما شفتش حد. مفيش حد لسه وصلتيش. تمام. ماما بقى قالت لي تعالى نروح الاوبرا وكده، فسالنا بقى لان في مركز تنميه المواهب ما بياخدوش بغير من 16 سنه، فلقينا بقى الفرقه ذو القدرات الخاصه دي، فقالت لي خلاص ماما غني فيها، وبعد كده بقى لغايه ما تبقى عندك 16 سنه بقى بيروحي بقى خش فرقه تانية. يعني يا ماما هي اللي ابتدت معاكي الطريق، وانت بتعترفي تماما ان ماما هي الداعم الرسمي وان هي ماما شادو، صح؟ هي الشجر اللي مضلله قوي، هي فعلا الظل اللي ماشي معاكي، صح؟ طب بابا بقى عشان ما يزعلش ما يشوفنا كده، ما تزعلش يا بابا، هي معانا اهي. نقول حاجه لبابا بقى، عمل ايه بابا؟ برضه بابا كان بيساعدني برضه ودعمني يقول لبستك حلو كده ومش عارفه ايه كده. طب اللبس الشيك ده بقى مين اللي بينسقهولك؟ ماما برضو ماما. هي ماما شادو ومفيش فايده. طيب انت بقى قلتي لي بتدرسي في اولى ثانوي؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. ايه عامله ايه في الدراسه وزمايلك بيعاملوك ازاي؟ لا عادي خالص، عادي. يعني انت مش حاسه باي اختلاف؟ يعني مثلا انت قلتي لي عندك صعوبات تعلم. هل بس صعوبات التعلم دي انت بتمتحني امتحان مختلف طبعا في الدمج، فاوريدي بتمتحني في لجنه خاصه ولا معاهم في نفس لا معاهم في الكلاس؟ نفس اللجنه بس الامتحان بس بيختلف، بس كل اسئلتهم بس هما بيبدلوا بس شويه الاسئله. طب انت في المدرسه بقى كنت بتشاركي باغاني وكده؟ كنت على طول بغني في مسرح المدرسه طب احلى حاجه غنيتيها في والاذاعه. مسرح المدرسه وفاكراها لغايه دلوقتي؟ لا كنت معلقه قوي معاكي. لا انا غنيت اغاني كتير بس لا انا مش عايزه فاكره. واحده عشان الجمهور دلوقتي عايز يسمع، يلا بينا. لا انا ممكن اغني اغنيه الانغام بس انا ما غنيتهاش في المدرسه. طب يلا عايزه اسمع، يلا مش بتحلي. ابهريني بقى، ابهريني انا كده خلاص مبهره. بتاعت انغام انا بتاعت تتر خايف. المسلسل تمام. ماشي. حلي ضفايرك دول ليلة ولملي مينا يا أصيلة، حلي ضفايرك دول ليلة ولملي مينا يا أصيلة، عشاق ترابك أحبابك وكلنا أهل وعيلة أهل وعيلة. أحلى اليوم الفدا روحنا نفديكي ونضحي بروحنا، أحلى اليوم الفدا روحنا نفديكي ونضحي بروحنا، وضحكنا حتى على جروحنا، ضحكتنا هونت الشيلة، وانتي اللي نسعر في هواك وتدوب قلوبنا في نجواك، وانتي اللي نسهر في هواكي وتدوب قلوبنا في نجواك، ولا عمرنا نحب سواكي ونصون جميلك يا جميلة، يا جميلة. حلي ضفايرك دول ليلة ولملي مينا يا أصيلة، حلي ضفايرك دول ليلة ولملي مينا يا أصيلة، عشاق ترابك أحبابك وكلنا أهل وعيلة أهل وعيلة. الله الله، برضو انغام هتغير هتغير. ما شاء الله عليكي، صوتك روعه ما شاء ربنا الله. يخليكي. وان شاء الله بقى بصي انتي مانويلا خالد في الايام اللي جايه بقى تبقي تحطمي بقى الارقام القياسيه كلها في الغنى. صوتك روعه، بحييكي بحيي والدتك ووالدك بجد مجهود راقي، واتمنى ان انت كنموذج جميل جدا لاصحاب القدرات الخاصه طبعا بدعم والدتك ووالدك، كلنا نحاول ان احنا نبقى زي الاسره دي. بشكرك جدا يا منولا، صوتك روعه. ربنا يخليك. هنطلع مع بعض تقرير بنتكلم فيه على الداون سندروم. بصراحه انا حبيت قوي، انا طبعا بما ان انا من اسكندريه سمعت ان بنت ايمان البحر درويش استاذه امنيه ايمان البحر درويش عامله كافيه ومستخدمه فيه حاجه اسمها نظام الدمج
اللي هو موجود في المدارس، بس هي واخده نظام الدم الاجتماعي، رغم ان هي يعني مش مؤهله، هي خريجه اداب انجليش ملهاش علاقه خالص بالدمج او سوري بالاعاقات، ولكن هي جات لها الفكره ان هي فكره موجوده بره، ان هي تعمل كافيه اسمه دي ارت، شغلت فيه الاطفال، او مش عايزه اقول اطفال، انا لو قلت اطفال بقول من العمر الزمني، سوري مش العمر الزمني، لا اقصد العمر الزمني، يعني مثلا ممكن طفل عنده داون ويكون عنده مثلا 28 سنه ولكن عمره العقلي 10 سنوات، فانا لما اجي اتعامل معاه هو طفل، هو ملائكي. فبعدين رحنا بالكاميرا وقلنا نصور معاها، فنشوف مع بعض التقرير مع بعض. اتفضل. النهاردة احنا موجودين في اول كافيه على مستوى الشرق الاوسط بيخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي عاملين فيه من ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة فئة الداون سندروم. واللي عاملة الفكرة الجميلة دي يعني انسانة جميلة جدا، والاجمل ان والدها كلنا بنحبه وبنعشق صوته، وهو الفنان ايمان البحر درويش. ومعانا الاستاذه امنيه ايمان البحر درويش صاحبه الفكره، هنتعرف بيها ونشوفها هي عامله ايه وبتعمل ايه. برحب بحضرتك. ميرسي، ازيك؟ ايه الفكره الجميله دي؟ طبعا انا عرفت حضرتك طبعا بنت الاستاذ الكبير الفنان ايمان البحر درويش، طبعا غني عن التعريف. الفكره جت لحضرتك منين؟ الفكره جت لي هي فكرتي انا وقريبتي داليا عبد الله. الفكره جت لنا ان لقينا ان احنا بننزل كتير جدا بس ما بنلاقيش حد من ذوي القدرات الخاصه خالص، ولا هم ولا اسرهم. فجت لنا الفكره انه ان احنا لازم ندمج المجتمع معاهم، لان هم مش محتاجين ان احنا ندمجهم في المجتمع، لان هم ما عندهمش مشكله في التعامل اصلا مع المجتمع. فالموضوع لقينا ان احنا نفتح لهم كافيه يخدم، يبقى الأولوية أنه هو بيخدم ذوي القدرات الخاصة وأسرهم. من ضمن فريق العمل معانا ولاد مدربين من ذوي القدرات الخاصة من داون سيندروم، باقي الفريق العمل مدرب للتعامل مع الجست ذوي قدرات خاصة، جميع فئاتهم. بس فمن هنا جات لنا الفكرة. طب وليش ليه اخترتي داون سيندروم بالذات؟ عشان الداون سيندروم بيبقى ما عندهمش مشكلة قوي في التعامل مع الجمهور، يعني ما عندهمش مشكلة مع المجتمع، بالعكس بيبقى المجتمع هو عنده مشكلة معاهم، مش عارف يتعامل معهم ازاي، فبيبقى خايف عليهم، وفي ناس تبقى خايفة منهم فمش عارفين يتعاملوا، لكن لما بيجوا هنا بيبقى عندهم حرية ان هم عارفين ان التعامل معهم هيبقى مباشر بس مع ناس مدربين، فمش هيبقى موجودة حتة الخوف دي. حضرتك الجمهور اللي بتستقبليه هل هو جمهور ذوي احتياجات خاصه ولا جمهور الطبيعي العادي؟ كل المجتمع ككل، يعني الجمهور بالنسبه لي انا كل واحد، بس الاولويه عندي لذوي القدرات الخاصه بس. هل حضرتك بتقومي بالتدريب بنفسك ولا في حد بيساعد حضرتك ان حضرتك تدربيهم على الخدمه او الشغل عموما؟ لا انا بدربهم انا ومدير المكان، بندرب الستاف كله، زائد ان اللي هم الستاف اللي من باقي المجتمع مدرب للتعامل معاهم وتدريبهم. هل كل الداون سندروم بينجحوا في التدريب وبيحققوا نجاحات مع حضرتك؟
لا مش كله بتختلف، هي اللي بيحدد هل هيقدر يشتغل ولا لا، بتبقى من خلال فترة التدريب. في منهم بيقدر يستجيب وفي منهم ما بيقدرش. المهام اللي هم بيقوموا بيها ايه او نوعية الشغل؟ هم بيقوموا بالسيرفيسنج، يعني بيدخل جاست بيروحوا يقدموا له المنيو، بياخدوا حد تاني اللي بياخد الاوردر ويكتبوا، وهم بيقدموا كل الاوردرات حتى يعني الاكل، بيقدموا فول بليت على الترابيزه. والجمهور بيبقى حاسس بايه وهو بيتعامل معاهم؟ هل في رهبه ولا هل هم خدوا عليهم؟ لا بصراحه لما بيدخل حد بيبقى الاول مبسوط ان هو بيقدم له ان هو بيتعامل معاه، لو تاني مره بيبقى برده لسه عنده حته ان هو يعني منبهر بيه، منبهر ان هو قادر يعمل كده. قبل ما بيمشي بيبقى خلاص وجوده بالنسبه له طبيعي بقى عادي، وده هدفنا. ما فيش حد منهم بيقوم بالطبخ او بيعمل عصير او اي حاجه من ادوات المطبخ؟ لا احنا ما بنقدرش ندخلهم مطبخ، لان احنا ما نقدرش نجازف بسلامتهم، ان هو يقف عند ميه سخنه، ان هو يكون في المطبخ مع ادوات مع الحاجات دي، ما نقدرش. حتى لو هو قادر على كده، يعني حتى لو هو قادر ان هو يتعامل مع ميه سخنه او مع ادوات في المطبخ، برده ما اقدرش اجازف بسلامته يعني. وهل ليهم مرتبات؟ طبعا ليهم مرتبات وليهم مواعيد عمل، وما فيش اي تمييز فريق العمل بينهم وبين باقي الولاد، كلهم زي بعض. طيب عايز اعرف بقى من حضرتك، الفنان ايمان البحر درويش رايه ايه في اللي حضرتك بتعمليه؟ هو بابا طول عمره بيعمل حفلات وبيتعامل معاهم، فكان مبسوط جدا بالموضوع، واول ما جه جم ناس كتير جدا اصلا من ذوي قدرات خاصه بيتعاملوا معاه، فده كانت حاجه جميله يعني. هل اتعامل هنا معاهم في الكافيتيريا وشرب من ايدهم حاجه؟ كان مبسوط جدا بصراحه. اتعرف بيكي؟ انا سمية. بتشتغلي هنا يا سمية؟ بتعملي ايه بقى؟ غبشينو. بتعرفي تعملي عصير مانجا؟ بيطلع حلو ولا مش حلو؟ ايوه. يعني ينفع اشرب منك عصير مانجا النهارده؟ يبقى انا ادوق بقى، عشان انا سمعت ان انت اللي عاملين لي العصير المانجا ده ليا. اشكرك يا سمية. العسل ده ازاد حلاوه من ايدك. جميل. بتيجي الساعه كام هنا بقى؟ بتيجي الساعة كام؟ الساعة واحدة؟ وبتمشي الساعة كام؟ بالليل. بالليل؟ في أجازة؟ لا. طيب ماما بقى بتساعدك في كل ده؟ ماما مين؟ ماما أمي. ماما إيمان؟ لا دي أبتي. طب احنا بقى نشوف بقى ماما عاملة إيه مع حبيبتنا؟ ماما أختك. ماما أختك. ماما ايمان وماما تانية ماما ليلى. اتفضلي ماما ليلى، تعالي بقى عرفينا ايه الشهره بتاعت ماما ليلى دي. يعني احنا قلنا ماما شهاد وشهره، طب ماما ليلى بقى نتعرف بيها. انا ليلى ابراهيم، طبعا انا ام للولاد دي كلهم ولادي وبحبهم وهم كمان بيحبوني الحمد لله. ممكن تعلي صوتك؟ انا ليلى ابراهيم. ايوه. مامه الولاد دول كلهم. حضرتك انا اعرف ان حضرتك عندك حد من ذوي القدرات الخاصه داون. ياد هو في الجنه دلوقتي ربنا يرحمه. طيب قولي حضرتك، حضرتك بتدعمي سميه ازاي؟ بدعمها وبشجعها وبتدربها وهي سميه شاطره. انا عارفه ان طبعا سميه مامتها متوفيه، حضرتك بتروحي معاها في كل مكان ولا متواجده معاها في البيت؟ اشرحي لنا. لا انا بتواجد معاها في الجمعيه، مكان الجمعيه في المركز، انما اللي بتبقى موجوده معاها في كل مكان اختها ايمان. عايزه حضرتك توجهي رساله لكل ام عندها ذوي احتياجات خاصه، وخاصه حد امور قوي زي سميه، تقول لهم ايه؟ بس همش في البيت، اطلعوا بيهم واخرجوا وخرجوهم، ساعدوهم ان هم يخرجوا من اللي هم فيه. هما كويسين قوي وحلوين قوي، بس عايزين اللي يشجعهم ويقف جنبهم، هيبقوا احسن مما تتوقع. بتحلمي بايه لسمية؟ بحلم بايه؟ ماما بامو امي جمعه. بتقول لك يا رب، بتتكلم عن مامتها وعن اياد ابني الله يرحمه. تقول لك هو ابني، عشان هي دايما كانت تقول لي اياد ده ابني.
بصراحة أنا سعيدة قوي بالعينين الزرق الجمال دول والقمر العسل ده، أنا هخطبك بقى ها؟ وماما الأمورة الجميلة الداعمة لينا كلنا، بشكرك جدا. شكرا لي يا حبيبتي، ربنا يخليك. عرفني بنفسك. أنا اسمك إيه؟ اسمك لي محمد. بتشتغل في الكافيتيريا من إمتى؟ أربع شهور. من أربع شهور. ايه عامل ايه في الشغل؟ الحمد لله. مبسوط؟ انت عندك كم سنة؟ 18. بتكمل تعليم؟ من ايه؟ سنة كام؟ في مدرسة؟ ايوه. سنة كام؟ أولى ثانوي. في أولى ثانوي. ايه الشغل هنا عامل ايه؟ الحمد لله. بتعمل ايه؟ انت هنا وظيفتك ايه؟ انا هنا انا شغل ويتر. و هشيل طلبات عصاير ومانجا والقهوة. انا دي الزباين. تمام. وبتقدم الحاجات للزباين. مبسوط وفرحان بالشغل ده؟ طبعا. حاسس ان انت مبسوط قوي. بتحلم بايه؟ احلم عليه. نفسك في ايه؟ نفسك تبقى ايه؟ مش عارف. انا اقول لك، تبقى عندك كافيتيريا كبيره زي دي ان شاء الله، صح؟ صح. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا التقرير. طبعا شفتوا ازاي الداون سندروم فعلا هم ناس بيتعاملوا معانا بطريقة عادية جدا، مفيش اي حاجة خالص مختلفة عن اي حد. وفي نهاية حلقتي حابة اشكر مانويلا خالد، الصوت الرائع الملائكي الجميل جدا. شكرا. اشكرك يا مانويلا، وان شاء الله تبقي معايا بقى في حلقة تانية. هتبقى مذيعة مانويلا، خلي بالكم، عشان كل مرة ان شاء الله هيبقى معايا حد من ذوي القدرات الخاصة هيشتغل معايا مذيع. بس بقى انتوا كده هتخلوا ترفد يعني، مش مشكلة. وفي نهاية الحلقة بشكر حضراتكم واشوفكم في حلقة تانية على خير ان شاء الله.